السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفنا ياريت تدعمنا بالإشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. خد الأعزاء، خلي بالكم الموقع ده بينصب بطريقة ذكية شوية، خلوا بالكم من الشغل عليه، محدش يشتغل عليه. بمعنى صح، الموقع ده بيصفر الحسابات، تشتغل عليه وتستثمر، وبعد ما تستثمر تبص تلاقي الحساب اتصفر، ما عندكش اي حاجة. هتخش على الموقع كده، انا كان عندي 35 روبل مستثمرهم في الموقع زي ما انتم شايفين، رجعني ايه 1 2 روبل. اللي عايز يشتغل على الموقع ده هيشتغل بطريقة واحدة بس، يعني مثلا يجمع 10 روبل، يجمع 20 روبل، يستثمر 10 يسحب ال20، يجمع 40 يستثمر ال20 ويسحب ال40. دي الطريقة الوحيدة اللي تشتغل عليها في الموقع ده، غير كده ما انصحكمش بالشغل عليه. الموقع ده تاني مرة يعملها يصفر الرصيد ما يخليش عندك اي حاجة. كده يكون انتهينا من الشرح، واي استفسار سيبولنا تعليق اسفل الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك، واللي ما اشتركش يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.